التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكدا على دعم مجلس الشيوخ لقيادة الرئيس السيسي ومسيرته الناجحة لتخطي الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية. من جانبه بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد. عهد فيها الرئيس السيسي على بذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء لخدمة الشعب. كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله أن يوفق جهود الرئيس السيسي ويسدد خطاه للوفاء بمسؤولياته الوطنية وإنجاز الأهداف القومية الطموحة. صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن ثلاثة مراحل متتالية ومرتبطة معا وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، مشددا على أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر لم تتلقى حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية، لافتا إلى أنه سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي عند ورود الردود من الأطراف المعنية. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة. واستهدف الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين وسط وجنوب قطاع غزة، ووصلت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مناطق واسعة من محافظة خان يونس وتحديدا المنطقة الشرقية منها. وفي مدينة رفح جنوبا استشهد وأصيب عشرات المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشابورة بعد أن استشهد ما لا يقل عن 20 شخصا إثر قصف إسرائيلي آخر استهدف أحد المنازل في رفح بقطاع غزة. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت ثلاثة محتجزين إسرائيليين في غزة يوم 15 من ديسمبر عندما ظنت خطأ أن استغاثتهم كانت حيلة لاستدراكية إلى كمين، وخلص جيش الاحتلال إلى أن الجنود تصرفوا بشكل صحيح بحسب أفضل تقدير لهم للأمر. وفي 15 من ديسمبر الماضي أعلن جيش الاحتلال مسؤوليته عن قتل المحتجزين ثلاثة، ونشر الجيش الإسرائيلي النتائج التي توصل إليها وخلص إلى أنه لم يكن هناك أي قصد خبيث في الحادث. استهدف قصف إسرائيلي مناطق في دمشق وجنوب سوريا وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن قوات الاحتلال نفذت عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، ولم تعلن الوزارة عن خسائر بشرية. أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أكثر من 5600 عسكري بالمشاركة في مناورة دفاعية ردا على إرسال بريطانيا سفينة حربية إلى المياه قبالة جويانا. وقال مادورو إنه أمر بتنفيذ عملية عسكرية ذات طبيعة دفاعية ردا على استفزاز المملكة المتحدة وتهديدها للسلام وسيادة بلاده على حد وصفه. وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستحول مسار سفينة HMS ترينت إلى جويانا في ظل نزاع بين الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وفنزويلا المجاورة بشأن منطقة إيسيبكو الغنية بالنفط.
رياضيا، توج الأهلي ببطولة كأس السوبر المحلي للمرة 14 في تاريخه والثالثة على التوالي بالفوز على مودرن فيوتشر في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات. وتقدم الأهلي بثنائية نظيفة عن طريق كهربا وحسين الشحات قبل أن يعود مودرن فيوتشر للقاء ويدرك التعادل عن طريق كل من عمر السعيد ومحمد محمود لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل هدفين مقابل هدفين. ويلجأ الفريقان للشوطين الإضافيين اللذين نجح الأهلي خلالهما في تسجيل هدفين عن طريق كل من مودست وكريم فؤاد ليحسم اللقب لصالحه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.